أنا لسه بفكر في الأسامي. طبعا يشرفني جدا ان انا اسميها يسرا، عشان يسرا هي بالنسبه لي انا ونيال مراتي عيله، عيله بجد، مش حتى صحاب، احنا بينا عيله. بس الاسامي الموجوده في كذا اوبشن، اللي يعني اللي سابق الاوبشن اللي سابق هو دليدا. من وانا صغير وانا نفسي اسمي دليدا صراحه. فهنشوف، ممكن في الاخر تطلع اسمها حاجه تانية خالص.